راديو نيل. لمن يهمه الفن على نغم اف ام، وضفنا النهارده المؤلف هيثم دبور. هنتكلم معاه في اللينك ده عن فيلم واحد تاني. احكي لي بقى حكايه واحد تاني، والبدايه جت ازاي، وهل الفيلم ده وانت بتكتبه كنت بتكتبه لاحمد حلمي تحديدا ولا ايه الحكايه؟ صوتي كده افضل صح كده زي الفل. عايز اقول لك يعني احمد حلمي من القراء الجيدين جدا. كان حظي حلو ان هو قرالي اكتر من سيناريو، وفضلنا نتناقش في فكرة ممكن تبقى مناسبة ان يعني تجمعنا سوا، لحد ما جت فكرة الشخص اللي في منتصف العمر او في منتصف الشباب وعنده مساحة، وقاعد على الكنبة وعنده مساحة من الخمول وبيصارع نفسه. هو صراع ما بين شخص ونفسه على الشغف، وده احساس احنا كلنا بنحسه. ويمكن الفكرة كانت الحقيقة يعني لما وصلنا لها كانت حسينا ان هو ده المشروع اللي هنعمله مع بعض. يعني انتوا قعدتوا مع بعض على الورق؟ طبعا كتير. ده حلو. ده حلمي من الممثلين والفنانين اللي بيهتموا بالورق جدا، بيهتموا بالورق سواء كان مشروع ليه او مش ليه. عشان كده بقولك يعني صادف ان حلمي قرالي اكتر من سيناريو. بعضها مش مفهاش راجل بطل. يعني مشروع بطله مش واحد راجل. يعني فهو بيحب يقرا، بيحب القرايه جدا، بيحب يقول ملحوظات ويحب جداً يقول ملحوظات بشكل كبير. ويعني عايز اقول لك محدد جدا ومنمق جدا في ملحوظاته، وبيقول ملحوظات في الجون. فمن الحاجات اللي انا اكتسبتها طبعا غير الشغل مع حلمي على مدار السنين اللي فاتت، انك بتختبر فيه الورق ودايما بيقول لك ملحوظات، سواء كان الورق ده لمشروع انت حاسس ان هو ممكن يعجب احمد حلمي او لا. وقت التنفيذ بقى، هل يعني احكي لي كده الكواليس اللي حصلت وقت التنفيذ مع يعني حد رائع زي النجم الكبير احمد حلمي؟ احنا خدنا وقت طويل في الفيلم. قد ايه تقريبا؟ سنة ونص. يا خبر ابيض. داخل فيهم 2020 بالكورونا، ان الناس كلها قاعدة في البيوت. يمكن ده جزء من التأخير. والحقيقة الكواليس كانت كواليس حقيقي ممتعة. ممتعة لان انت طول الوقت عندك مساحة انك تجرب، عندك مساحة انك تتناقش وتجرب وتشوف حاجة. ما عندناش المساحة بتاعت احنا وصلنا لافضل نسخة ممكنة يلا نخش نصور. بالعكس، قعدنا نتناقش على الفكرة، وقعدنا نتناقش حوالين صراع البني ادم مع نفسه وشكل كل شخصية. اكس ومصطفى دول هيبقوا عاملين ازاي. بعد كده انضملنا المخرج محمد شاكر فاضاف اضافات عظيمة. دايما جلسات عمل مستمرة جدا. يعني جلسات عمل من اللي هي بتقعد بالساعات الطويلة وبنتناقش فيها في كل حاجة. واعتقد ده مفيد وصحي للعمل، انك بتبقى اختبرت كل حاجة ممكن تبقى عايز تقدمها فيه، من اول تون، من اول شكل الضحك ممكن يبقى عامل ازاي. فده اللي دايما بيطلع. هل انا كنت بكتب الفيلم ده وعارف ان هو لأحمد حلمي؟ طبعا. يعني احنا من الاول شغالين. يعني انا اول مرة اعرف المعلومة دي ان انتوا قعدتوا على الورق. انا فاكرة ان انت كتبت وعرضت ورحت بقى تعرض الورق، لكن هنا الموضوع يعني مختلف تماما. كتبنا ورحت قعدت اكتب ورجعت تاني وقعدنا نتناقش، ورحت قعدت اكتب وقعدنا نتناقش. دايما في المساحة بتاعت الوان تو دي، وقعدنا على الورق وقعدنا نقراه مرة واثنين وثلاثة. يعني قعدنا كتير جدا 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 في المشروع ده. ويمكن حلمي من النوع اللي بيحب ياخد وقته في مشاريعه. دي حاجة عشان كده انا اتفرجت عليه مرتين الفيلم.